السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين والصحابة أجمعين. أما بعد، من وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام الوصية الثالثة: فضل طلب العلم. عن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا قبيصة، ما جاء بك؟ قلت: كبرت سني ورق عظمي، فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله تعالى به. فقال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة، إذا صليت الصبح فقل ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، تعافى من العمى والجذام والفلج. يا قبيصة، قل: اللهم إني أسألك مما عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك. أخرجه الإمام أحمد. هذه الوصية الشريفة تدل على شرف طلب العلم. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم. فقال: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من أعجبه المحتوى فليفعل زر الإعجاب والاشتراك بالقناة والجرس حتى يأتيه كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.